إذا ما احتفلت بك وكالة الأنباء ولا الصحف ولا الجرائد ولا رأيت اسمك في نشرات الأخبار ولا في العناوين فاذكره يذكرك سبحانه الله وتعالى. أكبر الله أكبر. إذا كنت منسي من الدعوات وما أرسلك بطاقات ونسوك من العزيمة ومن المهرجان فاذكر الباري يذكرك، ثم ما عليك من أهل الدنيا كلهم فتكون أنت المشرف. الله أكبر. فاذكرون يذكركم إن كنت في تحت شجرة أو في صخرة أو تحت صخرة أو في الصحراء أو في مغارة أو في البادية وما عندك أهل ولا أصحاب ولا أحباب فاذكروني أذكركم يذكرك سبحانه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني في نفس المقدسة يذكره سبحانه. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم خير منهم. طوبى للذاكرين، لا تنسون فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم إذا ذكرته فأعرف أن الغموم سوف تنتهي والهموم والأحزان وكل شيء، وسوف يكون سلوتك هذا الذكر وهو طعامك وزادك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.